من باريس ينضم إلينا دكتور خالد النبواني الباحث في جامعة السوربون. دكتور خالد، خبر كارلوس غوسن ربما هو الخبر الأبرز حاليا في عالم الاقتصاد، إنما تم تسييسه أيضا. هناك من يتحدث عن أن الرجل تم إيقافه بالفعل في طوكيو قبل عامين أعتقد، وكذلك كان يواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن حقيقة دخله وممتلكاته، والبعض يتحدث عن ضريبة لحرب أمريكية وصينية، وإن المستقبل للسيارات الأمريكية. تفضل دكتور خالدون. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. نعم، على ما يبدو أن مسألة السيد كارلوس غوسون يعني تم التدبير لها كما يمكن أن نقرأ من بين السطور ومن حيثيات المحاكمة اليابانية، تم الإعداد لها وحبكتها بشكل مضبوط تماما، بحيث تؤكد اتهامه وتؤكد يعني التلاعب. يعني هذا التأكيد ليس فقط قد يعني يأتي من أدلة حقيقية، بقدر ما هو يعني رغبة يابانية بشكل أساسي على ما يبدو برفض المشروع الذي اقترحه غوسون من توحيد غنو، يعني شركة غنو الفرنسية مع شركة نيسان اليابانية. هذا الرفض كان لابد لهم على ما يبدو أن يجد له منفذا، واعتمدوا على بعض الأدلة على ما يبدو، حيث أنه لا شك أن يعني يبدو أن هناك تهرب من التصريح بدخل أقل من الدخل الذي يتقاضاه، وذلك للتهرب الضريبي وجملة ملفات أخرى تم إحكامها معا واتهام السيد غوسون بذلك. وبالتالي نلاحظ أن المحاكمة كانت فيها تسييس واضح، فيها رغبة يعني لم يكن مسموحا لعائلته التواصل معه بشكل مباشر، لم يكن مسموحا له يعني الحصول على أدنى ما يمكن أن يقدم للمتهم. مثلا في البلدان الأوروبية كان هناك شيء من التقشف كما تذكر التقارير في مكانه وزنزانته وحتى طريقة التعامل معه، وبالتالي الأمر فعلا كان بشكل جيد بالنسبة لليابان. الآن في فرنسا منذ تم توقيف غوسون وكان هناك يعني مجموعة من الأفكار، الآن غوسون يبدو في وضع المختلس والمتهرب ضريبيا وعليه جملة مشاكل. فشركة غنو دون شك كانت تبحث في سبل كيف يعني ستتعامل مع ملف غوسون، وبخاصة أنه مدير شركة غنو هنا. الآن الأخبار تؤكد بحسب يعني ما يسمى الكونسيل دادمينستراسيون، يعني مجلس الإدارة في شركة غنو، بأنه يوم الخميس سوف يصدر تعيين مدير جديد. ولكن أيضا مقررين من غوسون يقولون بأنه سيعلن استقالته قبل أن يتم انعقاد هذا المجلس الداخلي للشركة، حتى لا يخرج هكذا مطرودا منها. ويبدو أن الأمور ستسير هكذا، لكن المشكلة الآن أنه على ما يبدو سيخرج بثروة كبيرة من غونو، ويتم الآن بحث التفاصيل كيف سيكون ذلك. شكرا دكتور خالدون النبواني الباحث في جامعة السوربون.